إن شاء الله راح نتكلم عن الغازات والانتفاخات في أول درس، سبب انتفاخ الباطن أو ما يسمى بالغازات والأمساك، يعود يعني تطبل الباطن أو ما يعرف بغازات الباطن إلى الهواء المتكون في المعدة نتيجة للأكل السريع أو ابتلاع كميات كبيرة من الهواء، كما يمكن أن يكون نتيجة لشرب المشروبات المكربنة أو للتدخين، ممكن ترجع إلى التدخين أيضا أو يعني لمضغ بعض أنواع من العلكة أو اللبان أو الحديث وفمك يعني مليء بالأكل أو يعني الأكل بعض المأكولات الطبيعية التي تسبب كثرتها بإنتاج نوع من أنواع الغازات مثل البقوليات، ويقوم أيضا الجسم بمحاولة إخراج هذه الغازات من أحد فتحات الجسم ويسبب تراكم الهواء في هذه المنطقة بتمدد الباطن، أو بمعنى أصح انتفاخ الباطن في هذا المنطقة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.